يدور في بالي هواجيس وافكار سيحذفه منها وشي يستضيفه من هيبة أهل الحفل وطوال الأعمار أهل النوايا الصافية والنظيفة. أكتب وأنا خايف من الميسم الحار، نقد الرجال وكل كلمة ضعيفة، لكن مالي عن مواقيف أعذار وقفة شرف قدر الوجيهة الشريفة، لكن مالي عن مواقيف أعذار وقفة شرف قدر الوجيهة الشريفة. يا مرحبا باسم الطحاطيح الأحرار، أمن وذرى وقت السنين المخيفة، سلايل عتيبة هل المجد والكار، رؤوس الهوبة أهل العقولة، رؤوس الهوبة أهل الفعول العنيفة، ربعي لياجة للتحدي والإصرار، سيوفهم وقت الملاقة رهيفة، زلزال الأرض اندقت أجراس الأنذار والخوف زال من العقولة النصيفة، وللضيف دايم مثل همالة الأمطار، وادي كرمهم مثل وادي حنيفة، تاريخهم يشهد به صغار وكبار، لا ولد صمى ولا عين كفيفة مثل العلم منصوب في رأسها النار على الجبال الراسيات المنيفة. تاريخهم يشهد به صغار وكبار، لا ولد صمى ولا عين كفيفة مثل العلم منصوب في رأسها النار على الجبال الراسيات المنيفة. يشوفها الطرق على مد الأنظار، ما يجهلها راع الشداد ورديفة، والله ما ينكر مجدنا غير الأشرار، عالم خذت ذم النشامة وظيفة، والله ما ينكر مجدنا غير الأشرار، عالم خذت ذم النشامة وظيفة. يا مرحبا بالضيف والصهر والجار، ترحيبة مثل الفياضة المريفة، ترحيبة نعمر بها الوجه والدار، مجد يورثها الخليفة الخليفة، مجد يورثها الخليفة الخليفة. سلامتكم.